رشحت أكاديمية سيزار الممثلة المغربية نسرين الرضي ضمن قائمتها للمنافسة على جائزة أفضل موهبة نسائية صاعدة، حيث حملت اللائحة طابع المناصفة والمساواة، بحيث تم ترشيح 12 ممثلاً و12 ممثلة صاعدة، كما جاء ترشيح الرضي عن دور البطولة في آدم، وهو أول فيلم روائي طويل للمخرجة مريم توزاني، والذي نال جوائز عدة ومثل المغرب في ملتقيات ومحافل فنية عالمية. تعد أكاديمية سيزار أكاديمية الفنون وتقنية السينما الفرنسية من أبرز أكاديميات السينما في أوروبا، وتخطط لعقد الحفل على أرض باريس، وإلا سيتحول حفلاً افتراضياً في حال استمرار الإغلاق العام وحظر التجول بسبب فيروس كورونا المستجد. باش يوصلك جديد شبابنا، دير أبوني القناة، جيم الفيديو، وفعل الجرس. شكراً.